بعث نهار أمس رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لفت فيها انتباهه إلى ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط بخصوص نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لدولة الاحتلال المغربية. حذر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لفت فيه انتباهه إلى ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، فإن ذلك سيشكل خرقا للوضع الدولي للإقليم بصفته إقليما مدرجا في قائمة الأمم المتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منها، وكذلك للالتزامات الأمم المتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منها، وكذلك للالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية. وأضاف رئيس الجمهورية أن من شأن هذه الخطوة أيضا أن تزيد من زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية السيد ستيفان دي ميستورا في سبيل إحياء عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة في الصحراء الغربية، والتي تمر بتطورات خطيرة بسبب خرق دولة الاحتلال المغربي ونصفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 من نوفمبر 2020. وذكر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة أنه على مدى عقود، وكما هو مبين في الخرائط ذات الصلة لمنظمة الطيران المدنية للجويين الإسبان في جزر الكناري، هو ما يتوافق مع المسؤولية الدولية لإسبانيا بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة وفتواها القانونية. وفي هذا السياق أكد النائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية المستشار القانوني في رأيه القانوني الصادر في 29 من يناير 2002 بناء على طلب مجلس الأمن أن اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم ولم يمنح أي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة، وهو وضع لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد. وعلاوة على ذلك قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية برئاسة وزير الداخلية الإسبانية الحالية في 4 يوليو 2014 بأن إسبانيا بحكم القانون وإن لم تكن بحكم الواقع لا تزال هي الدولة القائمة بإدارة الإقليم بالصحراء الغربية، وعلى هذا النحو إلى أن تكتمل عملية إنهاء الاستعمار تقع على عاتقها التزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من ميثاق الأمم المتحدة. كما ذكر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة بحكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في 22 سبتمبر 2022، الذي أكد أن استمرار احتلال المغرب للجمهورية الصحراوية يتعارض مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكذلك حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 من ديسمبر 2016، الذي أكد على أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومتميز بموجب مبدأ تقرير المصير بالنسبة لأي دولة أخرى بما في ذلك المغرب. وبخصوص المسؤولية الدولية لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية، أشار رئيس الجمهورية إلى عديد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها القرار 8178 المؤرخ ب 7 من ديسمبر 2023، الذي أكدت فيه الجمعية العامة من جديد أنه في حالة غياب قرار من الجمعية العامة نفسها ينص على استكمال تصفية الاستعمار من إقليم مسجل لديها بموجب الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ينبغي للدولة المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل إحالة المعلومات بموجب المادة 73 من الميثاق فيما يتعلق بذلك الإقليم. وبما أن الجمعية العامة لم تتخذ قط أي قرار بهذا المعنى في حالة إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار، فبالنسبة للأمم المتحدة تظل إسبانيا هي الدولة القائمة بالإدارة للصحراء الغربية مع كل المسؤوليات التي ينطوي عليها هذا الوضع من حيث الواجب المقدس لإسبانيا تجاه الإقليم بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على سلامته الإقليمية.
وإلى أن يمارس شعب الصحراء الغربية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال في وضع ما تقدم به. يشدد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة على أن إسبانيا بوصفها دولة قائمة بإدارة الصحراء الغربية لا يمكن أن تتخذ أي إجراء أو تبرم أي اتفاق من أي نوع فيما يتعلق بالصحراء الغربية مع المغرب السلطة القائمة بالاحتلال في الإقليم. ووفقا لقراري الجمعية العامة 37 و34 المؤرخة في 21 نوفمبر 1979 و19/35 المؤرخ في 11 نوفمبر 1980 بين قرارات أخرى، كما أن أي إجراء أو اتفاق من هذا النوع سيكون لاغيا وباطلا وغير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي الختام قرر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة دعوة جبهة البوليساريو للأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة إلى ضمان الاحترام الكامل لوضع الصحراء الغربية بوصفها إقليما خاضعا لعملية تصفية الاستعمار ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة التي توجد بعثته للاستفتاء في الصحراء الغربية من أرصف الإقليم. كما جدد دعوة الطرف الصحراوي لإسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية والأخلاقية تجاه الصحراء الغربية وشعبها إن لم يتم استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم. وعلى نفس المنوال شدد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة على أن جميع أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك إسبانيا التزاما تجاه الكافة بعدم القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي مثل استمرار الاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية من الجانب المغربي. ومن أنه إذا تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لدولة الاحتلال المغربية فإن ذلك سيشكل خرقا للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليما مدرجا في قائمة الأمم المتحدة بانتظار تصفية الاستعمار منها، وكذلك التزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية.